ينتهي وحان وقت الرومانسية. عم يبدأ العد العكسي من بعد الانتظار. في زمن انعدم فيه الحب الصادق، في عصر المادة جاء مروان خوري الهادئ كالنسمة رافعا شعار الرومانسية. في فنه نجد الطمأنينة، نلجأ إلى عالمه بحثا عما ينقصنا. فنه هو تعويض عن الحب، هو باختصار أمير الرومانسيين. قلبي انكوى عمري انطوى وديني عادي. باش نعرف مع بعضنا قصة ولادة نجم. الأصل من مزرعة التفاح في قضاء صغرتة، تولدت في عمشيت في عائلة متوسطة ماديا، متألفة من أختين أكبر منه وأخوين أصغر منه. مروان كان وسيم صاحب شعر أشقر وطويل، وبرشا كانوا يظنوا وقتها اللي هو بنت. كان متعلق برشا بوالده اللي حبه في الغناء. مروان بدأ يتعرف على عالم الأنثى ويحب من عمر صغير. أنه نحبه لأنه ننحب هي أجمل شي بالدنيا. من عمر صغير زادة بدأ مروان الموسيقى، تعلم السولفيج والهارموني والبيانو في جامعة الروح القدس. في سن 17 كان عازف محترف، قاد فرقة برنامج ليلة حظ مع المخرج سيمون أسمر. 1987 أصدر ألبومه الغنائي كاسك حبيب. كلمة وداع، كلمة وداع اللي تضمن 5 أغاني من تأليفه وتلحينه. وفي العام نفسه يتحصل مروان خوري على الجائزة الفنية في التلحين من جامعة روح القدس. في 2002 ألبومه الثاني لقي نجاح كبير اسمه خيال العمر. عام 2004 كان موعد الجمهور العربي مع ألبومه كل الأصايد اللي يعتبر أحد أبرز أعماله. وفي نفس العام مروان يتحصل على جائزة الفنان الشامل في الميراكس دور. من حلا عينيك من دفى ايديك كتبت نهيلت. 2008 أصدر ألبوم أنا والليل اللي ضمن أغنية دويتو مع كارول سماحة اللي يعتبرها هي وإليسا من أقرب الأصوات ليه. الأغنية الحدث اللي شكلت نقلة نوعية للفنانين اسمها يا رب. يا رب تدوم أيامنا سوا. لو مغامرة أخرى خاضها مروان وعجبته تجربة تقديم التترات، تجربة ناجحة 100%. لا طلعت فيه ولا حكيت يمحو النهار. مروان منفتح على كل التجارب الفنية، حاول باش يترك بصمته زادة في مجال التمثيل من خلال مسلسل مدرسة الحب. ما ننسيه الجانب مهم في حياة فناننا، نحكي هوني على مروان خوري نقيب الموسيقيين اللبناني اللي نادى بالحفاظ على أصول المهنة وحفظ حقوق الموسيقيين بالعالم العربي. هو أشهر أعزب سكنت قلبه فقط واحدة، قطته ليلي. فارس أحلام النساء، بعد ما حسيت حالي جاهز نفى أن يكون نسوانجي على الرغم من حبه الكبير للمرأة وجمالها. بحب عطر الأنوثي إذا موجود حوالي بيريحني بهالديني. ما بعرف مروان خوري غنى عن الحب والزواج. دم النصيب ودم الفرح عنا ليالي وسع الكون. نجح في التعبير عن الحب لكنه فشل في تجربة الحب الحقيقي برشا مرات. زعما وقتاش تكون قصر شوقك يا مروان؟